أعزائي الطلاب، طابت أوقاتكم. سنتحدث الآن عن الرسالة. الرسالة هي نص نثري قصير نسبيا ذو موضوع أو غرض محدد، أي أن لكل رسالة غرض محدد يحدد نوعها، إذ أن هناك أنواع مختلفة من الرسالة. فهناك الرسالة الرسمية، والرسالة التجارية، والرسالة الإدارية، والرسالة الأدبية، والرسالة الإخوانية. موضوع الرسالة هو الذي يحدد نوعها، تسمى أيضا بالخطاب. وغالبا ما يحدد المرسل الغرض من الرسالة بالاعتماد على الجهة التي يتوجه إليها برسالته، أي أن المرسل إليه هو الذي يكون عادة محور الغرض من الرسالة. وهنا نحدد نوع الرسالة بالاستناد إلى الجهة التي نراسلها. وللرسالة مبنى واضح، أي أن لها هيكلية محددة وعبارات محددة يجب أن نتقيد بها تناسب طبيعة العلاقة بين المرسل وبين المرسل إليه. عناصرها: تتألف الرسالة من العناصر التالية: عنوان المرسل، تاريخ كتابة الرسالة، عبارات التحية والمجاملة، وهنا المقصود بذلك صديقي، أخي، عزيزي، حسب نوع العلاقة بين المرسل والمرسل إليه. مقدمة الرسالة، وهي عادة عندما تكون الرسالة إخوانية تبدأ المقدمة بعبارات شوق، أما إذا كانت من نوع آخر فلها مقدمة تختلف. متن الرسالة، أي أن العرض الذي تتناوله الرسالة، يعني موضوع الرسالة. الخاتمة، وهي عادة تعتبر عبارات الختام التي نتوجه بها بالتحية وتوجيه السلامات إلى المرسل إليه. أيضا توقيع المرسل والحاشية إن دعت الضرورة. توقيع المرسل يجب أن نضعه في أسفل الرسالة، وبالنسبة إلى الشهادة المتوسطة يجب أن نكتب طالب في الصف التاسع الأساسي ولا نكتب الاسم والشهرة، لأنه ليس من المطلوب أن نضع أي علامة فارقة بالنسبة للامتحانات الرسمية. أما الحاشية فهناك بعض العبارات التي تحتاج إلى توضيح، نذكرها في الحاشية السفلى. يجب الانتباه جيدا إلى أن كل عنصر من هذه العناصر التي ذكرناها سابقا له علامة منفردة داخل الامتحان، لذلك يجب أن نذكر هذه العناصر كاملة ولا نترك أي عنصر. أنواعها: الرسالة نوعان هما: الرسالة الديوانية، أي الرسمية أو الوظيفية، وعادة تطرح بالامتحانات الرسمية هكذا نوع من أنواع الرسائل. هي رسالة رسمية إلى مسؤول تتناول شأنا من شؤون الحياة، كالرسالة إلى وزير الشؤون الاجتماعية والرسالة إلى وزير التربية، تتناول موضوعا من موضوعات الحياة، لها مبنى وصيغ وعبارات متفق عليها من موضوعاتها. هنا وضعنا في حاشية هذا الشرح أنواع الرسائل التي ذكرت سابقا، ومنها أمثلة على هذه الرسائل سأبعثها على الموقع المخصص لصف التاسع الأساسي. إذن موضوع الرسالة الرسمية قد يكون شكوى، قد يكون طلب عمل، قد يكون الاستعلام، طلب منحة، طلب استصدار جواز سفر، التوجيه والإرشاد، وهناك موضوعات عديدة أخرى تتناول جانبا من جوانب الحياة، كموضوع التسول، كموضوع البيئة، موضوع التخفيض أو تخفيف من المنهاج الدراسي صف التاسع الأساسي الذي نتوجه به إلى وزير التربية. هناك موضوعات عديدة تطرح بالرسالة الرسمية. خصائصها: بما تمتاز الرسالة الرسمية؟ تمتاز بأن أسلوبها علمي بعيد عن الذاتية، يعني لا نجد آثارا للعاطفة، لا نجد عبارات شوق،
أبداً، إنما يبدأ مباشرة المرسل بعرض الموضوع بطريقة علمية منهجية بعيدة عن الذاتية، يخلو من العاطفة والخيال، تميل إلى الإيجاز والوضوح والدقة في التعبير. تكون العبارات عادة موجزة، قصيرة، واضحة، تفي بالغرض المطلوب، تعتمد على روابط التفسير والروابط المنطقية لإقناع الجهة المرسل إليها. أما الرسالة الإخوانية الأهلية أو الشخصية، هي رسالة يكتبها شخص إلى آخر يعرفه، تجمع بينهما صلة قرابة أو علاقة صداقة ومودة، أو تربط بينهما رابطة أخرى غير رسمية. أهم موضوعاتها التهنئة، التعزية، المواساة، الشكر، الدعوة إلى مناسبة، الشوق والعتاب، الاستيضاح عن الأحوال والأخبار. وقد لبست في عصر الإنترنت ثوباً جديداً، وصار يمكن كتابتها وإرسالها بالبريد الإلكتروني. أما الآن سنتناول خصائصها. يمتاز أسلوبها بالذاتية والعاطفة الصادقة، أي أننا نجد عبارات الشوق في مقدمة الرسالة، ثم نعرض إلى موضوع الرسالة بعد مقدمة تتناول عبارات تحتوي على مشاعر صادقة، عواطف، عبارات تعبر عن الشوق والود والمحبة، وهي لذلك بعيدة عن التكلف والتأنق اللفظي، وعباراتها بسيطة خالية من الغموض، لأنها تعبر عما يختلج في مشاعر المرسل، وقد تكتسب أحيانا قيمة أدبية، ولا سيما إذا كانت متبادلة بين أدباء معروفين. من أشهر نماذجها في الأدب العربي الرسائل المتبادلة بين جبران خليل جبران ومي زيادة، وهي منشورة بعنوان الشعلة الزرقاء، رسائل حب إلى مي زيادة، بيروت، دار النهار، 2004، والرسائل المتبادلة بين الشاعرين نزار قباني وعبد الوهاب البياتي والروائي هاني الراهب، وهي منشورة في كتاب بهجة الاكتشاف، بيروت، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، 2003. هذه الرسائل تسمى رسائل أدبية لأن الأشخاص الذين يتناولونها أو يتبادلونها هم أدباء وشعراء. طابت أوقاتكم.